وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خطاب طويل، ولكن فضيلة الشيخ ملخصه أن فتنة النساء بالنسبة للنقاب انتشرت وعمت وطمت. يريد هذا الأخ نصيحة منكم للنساء بعدم ارتداء هذا النقاب الذي يظهر الأعين ومفاتنها، علما بأنهم أصبحوا يلونوا الأعين ويظهرون مفاتنها عندما يلبسون هذا الحجاب. نعم. هذا النقاب، والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: لا تنتقب المرأة، يعني المحرمة. وهذا يدل على أن النساء كن يلبسن النقاب، لكن النساء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لسنا كالنساء اليوم. لا يمكن أن تفتح المرأة أكثر مما تحتاج لعينها. في وقتنا الحاضر إذا رخص لها في النقاب أخرجت قدر العين، لكن تكحل العين فتفتن. هذا في أول أسبوع أو في أول شهر، في الشهر الثاني توسع قليلا، نعم، حتى يدخل الأجفان. في الشهر الثالث، نعم، توسع حتى تخرج الحواجب والوجنات، ثم تتوسع النساء. ولهذا أنا لا أفتي بجوازها، لكن لست أقول إنها حرام، يعني معنى أنني معنى لا أفتي بجوازها أي أمتنع عن الفتوى بالجواز، ولكني لا أقول إنها غير جائزة وقد وقعت في عهد الرسول، وإنما أمتنع عن الفتوى بالجواز لأن النساء لم يستعملن النقاب على الوجه المشروع. نعم.